السلام عليكم. بمناسبة زيارة وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بن العريبي إلى مشروع ملعب الدويرة، نخليكم تشوفوا يعني صور، آخر صور من السماء لهذا الملعب، واللي تظهر فيه الأشغال التهيئة الخارجية خاصة، واللي رانا نشاهده في اللي فيه تقدم بالحوض. يعني بالنسبة لآخر يعني زيارة ميدانية للوزير هذه مدة شهرين، إذا نشاهد أنه فيه تهيئة، وكذلك الملاحظ أنه فيه طرق، يعني طرق المحيطة بالملعب كذلك تم يعني تهيئتها بالكامل وتغطية جزء منها، وإن شاء الله إن شاء الله تكون فيه مساحات خضراء، لأن على حسب الروندي تاع الملعب هذا يعني بصفة عامة فيه مساحات خضراء كثيرة محيطة بالملعب. وكذلك نعاود نذكر أحبائي أنه فيه حسب المشروع الأصلي لو بلان انيسيال يعني تاع المشروع هذا، فيه قاعات، زوج قاعات مغطاة للرياضات الجماعية، لأن لازم في ميدان الرياضة ما نبقاش داتين غير بكرة القدم، لازم نطور الرياضات الأخرى وخاصة منها الرياضات الجماعية، بإنشاء ملاعب مغطاة بطراز عصري وعالمي في كل المدن الكبرى نتاع الجزائر. أترككم في رعاية الله ويحفظك، والسلام عليكم.